بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كلمة دينا دواتن حالي كسود حجرني إن تتمير، وكلمة دي حالي كسود حجرني يتهينا وأن سيرا حسوسني. موضوعنا نوحص هاي مكرقة أعداد إسلامك، أي إسلامك أماليقان هاتي وحبضاً وسيدة سمانا سيدة حقلين نصوص تغار وكسو أرورتي ابن نبيك أيو قيستين وحكمي ده أيان حوغاه سويرة تابني. لكن موضوع هذا وموضوع بلارن وسيدان هورو وشيقني، وحن رجيني إن شاء الله برامج كذا إن أي أهل علمك علماء دين أهل خيرك أهل فضلك إن أي كشفك كغادي دونان ويغادي دونان، أن رجيني إن بإذن الله تعالى، لأنه إن أمد الله كشفي أرنتاز واجب وي. إنتان نقاد دورك أهون كهالي دونا إنتان أنقارن مكري قوضة مركان شيقني مر والبا آيات كستو قرآن أهو مكري قال الله شيكتا هي أعداد إسلام كسيد أي مكري وسمين أيين عربتا إن إلهي سبحانه وتعالى أوليدي سسين أي أمبو شيكهي هذه الله أركي داد إلهي ودادي سكتوسا وحونا بلنقا دي الله سبحانه وتعالى ذات كم مكرجة معمولان أيق أم بوهلاقي قف كأما قف إسلام مش شيءنا يها هذا، أما قف وعاسية أما قف دين تبقى بحسنها النقطة قف كي مكر إخيان السماية قف لله قبؤه توصنه ودو ناقزم كوس عضنه أم لاقة إنه هلاك سما يا الله قرآن كنو بشيء يا سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حمانت الله ملاجا مكرك وحي وانسوه غاني دات كيسا ايو ملاجا هلاجيا لماذا اسلام كو حيران ثلاث من كنا فيه كنا عليه سدح والحود ننكا اي كجران اساقم بايدبان يعني من كنا فيه وعوقفك الحديث اساقم اي كجران اساقم بايدبايين ويسو نغنائين ويكنا عليه حوي المكر والبغي والنكث. مكرك وخيانة ضدك الله ملاجا سيد الصومالي دبا يرهان قد سيرتها قدن حدات قدها ديرين كود عدي انتين لما اقصو سيد اسمائي وتكود عيسى خيانة وحي عود ملاجتا ديكي كوكسو نغنائين وحي ودلي شدين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حمانت أول ما أمله مكر خيانة أمضاها اللهم ليك صاحب كذا ليك إيسا إلهي با سبحانه وتعالى الله سعود أيد كست وقف مسلم لقدي باي أمر نبي إلهي لقدي باي أهل حق لقدي باي وحضر كيسا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مكر كانوا بابا وفشل ما كوي مكرك السمينا إن عذاب درم بيليهن أدون كي آخر ذا اللفظة بإنه سوقار لغيهو مركة تنكوبات مكرك وي أرنت الله ماذا وقفك هذا يكون جرت أساك دي بقر ظلمك وي إن هذه ظلم سميسد ذاتك ظلمك سميسد قفك هذا ذاتك ظلمي ظلمك أسوه كسو النغن نتيجة قفك هذا أيامه ديبون أيا لكن آخر كأضا يكون كسو النغن وحيو الدليش ذين أهل العلم قوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وارددوا قردرد إي ظلمك أتصمين إيسان ووحد نفتي إنك ودي بإيسان إسكجرة ولقى حد ظلمين قفك حدو مسلم ياي حدو حتى قال ياي ظلم هو قيسان قالك جد عدو اللي قلت لك علم دعوة إله إنه هر إستاق وصلت لك علم ويجرتان لكن خيانة وملايقنها ظلمين لو ما أقول إنما بغيكم على أنفسكم
arinta saddexaad waxay yireen ahlul cilmi oo qofkii ay ku jirta isaga ay dhibaysa nakti weye ballanburin إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه قفكي بلان تامبوريا مقع إلهي وكو قاضي قفك مركز مقع إلهي بلان كو قاضي إلهي وبلان لقلي قف مسلم أز بلان لقشي مقع إلهي بلان كو لقشي ama kalbaha hada balan baad qaaday oo dhabaha adiga kalsooni aad ku raadinaysid waa cid ku dulmaysa ayay jireen oo qofkiina aad ku khiyaana doonaysaa balanta oofi ama qofka balantaas buriya faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi dibka balan burinta asagu ku soo noqon qofka xaqiiqo waaqo loog yahay way markaa darteed baa ahlul cilmiga waxa yiraahaan thalathun man kunna fihi كنا عليه مركب معنا وحن رجل هذا الك انت كلا ايدهم با كلمتهم با حوغا سو جيدتين ددك مكرغا ملايغان او اهل حق ام ملايغان مكرغا ددك ابريال ام ملايغان نتيجه مكرغا اي ملايغاين ايغا يو كسو نوقنيا تن وا نوقدو او اسكو برارجينينا موضوع كلمات كان شيغي دون هورتيس نوقدو لواد ايها الاخوه qof kasta oo muslima waa inuu ogaada dadka badankooda xaq inayn rabin mucdamu nnaas xaq ma rabaan mawaaqicii tajribaan u leenahay hadalkaas mise allah ayaa qur-aanka noogu sheegay allah qur-aanka noogu sheegay subxaanahu wa tacaala fii kathiirin min alaayaat rabbi asaga oo nabigiisa la hadlaayo oo dadkii qur-aankan kusoo dhex degaayay la hadlaayo oo nin walba uu kitaabka gaarayo wuxuu leeyahay laqad ji'naakum bilxaqi war xaq baan idinla imaadnay kadibna maxaa ka dambeeya walaakina aktharakum lilxaqi kaarihuun sidiida badankiina war dadow badankiina xaq ayaad necabtiin badanaa dadka waxay u maleeyaan dadkaa xaqa ka leexsan inaa yafahmayna arkaynin laakiin xaqa ma raban way necbihiin baadilka ayay nafta jecesha marka ahlu xaqa sida waa dadka xaqa ku sabri karayiin oo wadada xaqa maraan way yaryihiin laqad ji'naakum bilxaqi walaakina aktharakum lilxaqi kaarihuun بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون نفس الشيء بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون نبي إلهي حق بولي ما ذي لكن بدن كوضع يا وحيين حق يا كيانا يسيد وضبا وإن عبين حق فأبى أكثر الناس إلا كفورا مركها دارة دتك إنا يحق كل حسين دتك أن بدنان درتيد حق اللوغم حكومايا adna haysteen anay mar walba had ii jeed saaxib alxaq baan ahay naftaada lafteeda tuhumaysi waxa aad maqlaysa miisaan saaro wixii xaq iyo wixii baadile bal kala qaad taasna waa nuqda kulle qof kasta oo muslima inuu ku bararugsan hadalkama maarmaana tan kale ayuha alikhwa hadday makrigaad samaynayeen dadkii uu qur-aanka noo sheegay oo nabi maxamed ka horreeyeen abulbashar laga soo bilaabo نبي الله نوح أنبياء كلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنتا سو مكري هذا يسمينا يين ما أم الله نيسان كوا هذا جوغا مكري قال سجا يين كم مكري يريهن ما أم الله نيسان ما كخيانة يريهن ما كتبر يريهن قال إنتا أخلصتين باي بلا ما بلن قارين أي خطط بلن إي وسائل بلن إيو وح بلن باي هايستان مكر مكري أضعاف 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 sidii ilaahay qur-aanka ku sheegay xaqiiqanimo maanta ayaad u arkaysaa waqad makaruu makrahum wa cinda allaahi makruhum wa in kaana makruhum litazuula minhu aljibaal makri badan bay sameeyeen ilaahayna waa ogiya makriga ay samaynayeen makrigana waxaas u dhow yahay buuraha inaad xataa raran
طبعا لتزول منه الجبال وقراءة لكن قراءة بدن لتزول منه الجبال مركا مكر قود برا مزولين كرا لكن هذا وقت تروي هذا أنت تكسر قدبنا أيها الإخوة وواقع مسلمين توقت أن أصول دوارنا وحنقنا هاي إسلام كمركي ومددير أدونك كوفي ذي خلافة دي سنة هل ملوك أمر قادنا هاي وطن حالي يرتع بني أعداء الإسلام هنا يمكروا السميان خلافة الإسلام كسيدي لقزول لها dadka loo kaashadeen inay noqdeen abnaadiisi oo khilaafada islaamka inta la soo dhaxgalay la burburiyay ee dhibaatooyinka ka ratimantay wax badan maana dhaxgalin laakiin waa waaqic jira oo qofka taariikhiyan inuu ogaado oo saqriya laga marmaana laakiin muslimiinta markii bilaadoodii la qabsaday dabcan dunida islaamka kaaladii way tashadeen dawladda uthmaaniya iyo dhaafigeedii markii la arkay laana waxooga هذا أرين يا رب رأي الجنة تقال كلمات مركز دعائي دولة العثمانية سخل دن ضعف بضم بايس كجيري وإسلام كان خلافة ديسي مثل ايسي وحيابا يقرب استاقاي وحاكمي ذا جرمني جرمني والوقت دولية واتي اللي جيبيه جرمني هذه اللي جيبه ده لك العز إن مولاك عز وإن يهون فأنت لدى بحبوحة الهون كائن سومان يعني صاحبك أقدس عز يشه والعز بيسان لكن صاحبك أقدس ضعيفة هذه كانت دولة ما تكون عجرتها مركا هذه صاحبك حليفك أي لا أيام بدل دولة قاس وقرد عي أيجي إن لقب صدا أو لقاقاتا خلافة إلا تورا waxay iska sahlan bay noqotay wada loo soo mari iyo xil sameeyba way kulmeen waa ku magacaabeen iqtisaamo tarikati rajul almarid ninkaan jirin tarakadiisa aan qaybsana arimaas barnaamijka waa dheeraa hadda ujeedadeena maaha muslimiinta marka hal mar markii madaxa laga gooyay meel walba bilaadoodi way soo galeen acdaad islaamka muslimiinta shaki mali iltizaamka diineed ha yaraada dhaqaalaha ha yaraada daciif ha ahaada عسكريا هؤلاء دنادين اسكو حرنان المسلمين تهاي راتا لكن دات شرف لي قال اي اخلاق دوضا لن هلانين نظيفة اخلاق دوضا نظيفة ايت وحي حن دبسنا اي ضمير كودو نولي اي اي اهايين حالة دي مركا يدع دي وي اعداد الاسلام كي دلال كي سوق لين muslimiinta meel walba ay joogeen ayaga oon tashanin ayaga oo meel isku xireys iyo arin isku xireys ayay jirin way la dagaalameen isticmaalkii wadamadooda soo galay dagaal dhacay waa la dagaalamay waa la iska dhicay dhaafii waa jiray laakiin kitaabkii ilaahay oo nusulaynin iyo maart akhlaaqda islaamka iyo qiiradii islaamka ayay wax ka dambeeyeen marka makri badan bay maleegeen gaaradi ma fadinin khubaraa psychologiyena oo cilmi nafsiga aad u yaqaano oo diraashaqo kale aan lahayn oo diraaso badan samaynay ayay lahaayeen muddo dheer baa wax la darsayay oon kala tagaynin waxyaabaha ugu daranoy sameeyeen wax ka mid aan soo qaadaynaa marka makrigoodii نقطة الكوبات هو يسميه وحي هيد تعليمتي إسلامك بدل كيدي ماشي أيتها لي تعليم غربي وريق البيت أي ليهين و أخلاق دودي إي فكر كودي عقيدة دودي بقن كودي وحن بارسن أي يقليين بوسكي تعليمتي إسلامك بكو حرام وحي سمينا ينده إنا يرهان تعليم تغربي قيل لبرتوا حران إنا يرهان سو إلا ندبا يركين تدكي موقت تدكي مركا يدبوضان وحبا يوغانا يين موقت ما
أحبنا بقى وحكو كلفي ماشي تعليم الإسلامي أي تالي الدين تلا برنا أيه بدل كذي وأخطر شيء ويسميين تعليم تودي وحمبارسن أفكار تودي أخلاق تودي دقن تودي وسخ تودي وحياة عيان حمبارسن أي إسلام كي كانين هو كانين سكولا لو فري يعني وناك جري وحا كمدا واقس مسلمين تا تتك عمال الله وصوفية الله أركيسان حتى تتك استعمار كهوري ما دي والله تقال ما يباين أرنتا وكهوري ما تنين قال رهان مدارس سكولا دا لسو قلنا يدلك نينو تتك صوفية وكو خطر صناعي هاي اللبناني هاي نبهاني يوسف ابن إسماعيل النبهاني كتاب كان شواهد الحق أسكوما قعبوا ضرتين أم لينا ذاتك الصوفية لو قد رنبوها بل وحصل جهرة وحدة الوجود وحول بوا الله وحصاصه كلا فكر كاسه كلا يوحل مده ولا جهرة هذا ضخر زيد كتب تيسي إيو أفكار تيسي مركز ضرت هذا مع ذلك قصائد وكثير ناي يسيد وقال الله وقرر ما تسين الله تقال لما مدارس تطعيف ورين يعني أشعار تيسي وعنك حصف فلا تحسبوا جمرا أتوكم به تمرا وأعظمها شرا مدارس في القرى وفي البدو والأنصار قد نشروا نشرا يعني هذا لا سبحان الله إنك أدمر كذرت وديا بيسا معنى مسلمين تسجوا دا وعكسنا ينضم أنتود هذا كان إسلام السود اللي هو دلالك إسلام كقبل صديق إلا قبرتك لكن علمي دقن كي أمدي أيقو دلكو دي جوغو ولا إله إلا الله له أي وحال لغا ديجي فكر كو دي إيو مسكح دو دي إي عقلي أي كو فكر أيين ودن عقلي نمينكي مستعمرين تايو سود دو لسيد أي فكر أيين بان نقول سمي ونقول تلالي سيقا بوبن بان نقول قلي قفك واكما برفسور شهادة دون كوكس الرأيو مرقار كو دينو وطلقي يابا ومسلم لا إله إلا الله وأن لا إله وح الدين الإسلام كجرنا أنا مجرتا بل دين الإسلام كبربورين تهدي السجع بربورين أي ودقن كيسي يفعل كيسي يو وحاز وتوح كوري مثلا وحاز ورك بعض المسلم وين وان إسلام توزين وبروفيسور قال هذا من رجال تجات مستنا كما مكر جودي مكوب ولا يستن حقيقة ميلدر بيجارسينا يعني تعليم تودي بيمسو قليان وح كسي درن إلن سيادة دي أيها إسكالي أدنى شيء أو تعليم تودي واحد أغير أو تعليم تودي قف كهلا مناسب سرى يودي بين وحي مجالك كفو غيان نولشي إيو مسؤولية دي كديريان أهل علمي إي أهل فضلي دادكي وحقرنا أي مسلمين أي لايين بايفو غيان محاجرة إلا قدوة مقرنة وحفو مقرنة دادت ما لصعون كرمات لك أنت انت واكفوكت ومطبال للنسان ربا حضر كيسا مرك حقيقة الله إله سبحانه وتعالى ناكتي ملكة هي تريد يمن بلقيس مركي رسالة نبي الله سليمان أيو إمادي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسالة النبي الله سليمان مركب ما ضي أو أقرس أي ذات كذي ولا تشت يعني ما لحقني ماذا قفت عقلية كوجر تايك تزني ما لحدي إيه وحجرت كم أي كل مسي ولا تشت واحد تري كتاب هذا قيمة لي بأي ما ذي إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان كتاب كسر سك قرد وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي وأتوني مسلمين ذات كذي ولا تشت waxaan sameeynaa ii sheegay ayaga dabcan waxa yireen awoodan isku difaacna waa qabnaa oo Suleyman kama baqayna maanta waa aragtidoodi difaac iyo awood waa leenahay bay yireen waa isdifaaci karnaa laakiin talada madaxay nibaatay waan ku dayn go'aanka ma qaadan sideed wax loo baahan yahay moogta umada talada inay soo gudbisa laakiin ninka madaxa go'aanka inuu qaato ninka aan qaadan karo inuu yahayna waa laga marmaan ناك عاقلات بايهد ويهضش مرك قرآنك وحو صون نغلنا يوحسها لن ماين
way hadashay oo waxay tiri markii ay yiriheen يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أرنت تلت إلى تلية قوان مقاضنا يذنك أن أغن قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أنا أود دفاع عن لنا والأمر إليك تلتنا أذيك إسكالي فانظري ماذا تأمرين أمر المسيح جوابت وحيت لناكتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا الكي يكيم هذه وأنك هذا الكي الله سبحانه وتعالى وأنه شيء إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها دولتها داي ودن قشع ودن كي ودن يكسوا دولان ويقبصدان ولكم يفسارين أيين وادنا وجعلوا أعزة أهلها أذلة بدكي أعزة لها يوصل ريانا ما حيكد كيسان dadk hoose iyo adilada ay ka dhigay markii safaladii bay kor u soo qaaday waaqici isticmaalka uu sameeyay wuxuu noqday wajacalu a'izata ahliha adilla ahlu cilmigi ahlu fadligi siyaasiyiinta muslimiinta xuquuqladoodii waa la taay meesha hoose loo dhigay meesha laga saaray link nolosha laakiin afar galaas qofkii soo akhristay ama galaas saddexaad ama wax un yar luqadoodii ka soo bartay ama un dhaqankooda wax yar ka soo bartay أسجع ما شاء الله متعلمك نن كانوا نقد إلى الله سبحانه وتعالى ناقت هذا الكذا مركو شيء جاي وحجري كذا وجاي ضيع وكذلك يفعلون يعني هذا الكان ناقت أي شيء تسيد أي وش شيء أي سمايم معنى هذا الكذا لور رمي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وناقت هذا الكذا سوى ما نتص لكن الله يحيي وكذلك يفعلون سيدا أي شيء أي سمين أي مش أهل العلم وحقيقة رأي قال ما في ريا قفكو كي ماضي إيه وحلا في ريا نحر كرأي قوليه نا قال ونا هو نقال ده أي إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيد ورمينا يا سوما مش يعني لا قال هذا الكيد وإلهي ورمي سبحانه وتعالى مرك قفك قال هذا يو وح صح شيء قال هذا مدان صح ضبط هذا وكذلك يفعلون أرنتي بي سمايين أهل علمك أهل فضلك نورش ولا قد غاجي محل راع وقلدي إيو وحقرتك ولا قفوي سفا هذه إيو ضدك فكر كودي وحق قاتي أي محل راع بوسك لكيني مدارستاس أي فورين ويبدل كتعلين تا أي قليين تعلين تي إسلام كبدل كيدي أي قليين أخطر روحي ما مولين ما مرد أقوين أو بلابين تصيد تا ضي سمين طبعا سكول لذا أيضا كوحك برايين كل أحمد عينين بعثات باي درايين ودرايين بلادود بعثات كاس أي درايين بعثات تعليمية يا جيرين كوكلا دبلوماسيين يا جيرين معنى ضد كان مركي ودمله ذا تجان oo dhaqanka wada gaalada soo arkaan oo tiknoolojiyada ay gaareen ay soo arkaan oo maamulada ay xirteen wixii ay soo arkaan ayagoo mucjabiina oo wixii ay soo arkeen mucjab ku ah oo ducaad ah oo ila biladil gharbi dadku ugu yarayeen ibn aadank min sunan illahi subhanahu wa ta'ala sidi ibn khuldun muqaddimadiisu ku leeyahay waxa weey sunanka rabbaniga oo kowniga waxa kamida taqliidu dhaif lil qawi qofka dhaifka sidiisa wuxuu talada daba kaca oo ugu qaata ka qaata oo ugu dayda qofka qawiga nima kan dulka ay ka tageen ii takhallufki ii dibdhaci nolosha iyo si walba oo dhinac walba muslimiinta ay ka dibdhacsanaayeen oo ay ka tageen markay biladoodii arkeen ayaga oo tacliimti wadankan dadkii wax la baraayo oo tacliimti islaamkii bedelkeeda la geliyay inta la ihmaaliyay tacliimtan la geliyay oo dadkii culimadoodii iyo ahlu fadligoodii meesha laga qaaday hadda bicisaadka ay direen oo wadamadoodii u direen oo ama wax ku soo barteen ama diblomaasiyiin iyo siyaasadii iyo wax loo diray oo wadamadii soo arkeen oo soo noqdeen waxay imaadeen ayaga oo wadamadoodii iyo gaaladii wixii ka soo arkeen aad ula yaaban oo dadka ugu yeeray oo mucjabiina oo un ayaga meeshaan taaganna hawshiisi waaba isdayseen soo maaha marka dhib oo dhan waaba ku dayayba nuqdada labaad oo akhtar ay shay oy sameeyeen tacliimta islaamka oo booskaas la dhigay laba dadkii sufahada ahaayo diin islaam aan waxba ka garanaynin oo ayaga tacliimiyeen ama maaragtay wadamadoodii u direen oo tarbiyaysteen bay maaragtay kuraasti ku fadhiisiyeen
wadamada islaamka. Madaxda islaamka ay noqdeen marka madaxdu ah yacni waa qof un adiga madaxiisa daba loo ragay maaragtay, yacni madaxii baa hoos loo mariyay qofka, lugihiina kor baa la mariyey, nolosha dhan way dabagi doontay. Saqadadii, akhlaaqdoodii iyo afkaartoodii iyo dhaqankoodii iyo labiskuya xataa looga dayday dadka qaateen ayaa kuraastii ummaddii lagu fadhiisiyey. Marka maxay samaynayeen ninkan weligiis meeshaan sooma gaarin, saaqid buu ahay, dadka dhan buu hooseeyey, madaxi baana laga soo dhigo halkan la keenay, ninkaas isaga ima ku caasin oo meeshaan keenay. Adiga munsif inaad noqoto waa lagama maarmaan, ninkaa kursigaad la keenay ma ku caasinaya sayidkiisa. Laba, laguma daynin intaas. Waxaa loo sameeyey ciidamo quwa la hubeeyey, muslimiinta warshado wax soo saara mayan qabin, quwad la hubeeyey oo ciidamo ah, laakiin hal la hubeeyey oo hal la tababari waxay qamcin karaan oo ka hortegi karaan oo baabi'in karaan in nimankan kursiga laga qaado ummaddan iyo shucuubtan ka qaadata ayay ka hortegi karaan. Ama ayaga iskama reebi karaan sababta ayaga hub ka sarreeya haystaan, waa ka tababar badan yihiin. Marka ilaa xad ciidan shucuubtoodii ka ilaaliya oo kursiga ku ilaaliya oo si ay hadafkoodii u fuliyaan oo dhaqankoodii iyo danihii ay waddanka kaleeyihiin u fuliyaan ayay u sameeyeen. Kursigaasay ilaalinayeen, shaqo kaloo leeyihiin ma jirto. Waa arrinta kale oo tallaabada kale ay ku guulaysteen. Intaasoo dhan waxaa ka darneed oo halaag noqotay. Mar hadday ku fadhiisiyeen saqadadii iyo sufahadii kuraasta islaamka, muslimiintiina tacliimkoodii iyo fikirkoodii ay sidaa u galeen, axkaamtii islaamka shariicada ahayd oo muslimiinta ay isku xukumayeen bay fogeeyeen. Marka waxaa laga fogeeyey noloshii iyo maxaakimta. islaamka wuxuu leeyahay axkaam ilaahay dejiyey subxaanahu watacaala, oo min kulli sagiirati wa kabiir, fii kulli sagiiratin wa kabiira, wax walba oo yar iyo weyn xukumaaya cid kale oo axkaamtaas oo kale dejin kartana ayan jirin ayuu ilaahay dejiyey subxaanahu watacaala. Axkaamta ayadeed baa la fogeeyey oo loo tusiyey ummaddii in ay tahay dibdhac, waxshinimo, maxaa la yidhaahaa inay noolosh insaaniyada bani aadamnimada ka hor imaadsan tahay. arrimihii xuduuddii islaamka aad lahay oo adduunka amni aysan suuragal ahayn in xuduuddaas la oga moogay, amni iyo ammaan in la hela ay mustaxiil tahay adduunyada korkeeda, ayaa laga qaaday. Yacni matalan hadalkaas ikhwaani, waxaa laga yaabaa qofka muslimkaa inuu qariibsanayay noolosh hadda aan maanta joogno, laakiin taariikhda islaamka niga akhriya waxaa soo martay qaadi shureex oo asxaabu rasuulillaahi ay joogaan oo qaadiga muslimiinta ah, in ay soo martay 16 sana 16 sana oo hal maxkamad qadiyada aynu imaadin ilaa uu khaliifka islaamka uga imaado ka weydiiyo diraa anigu waxaan lacag ku qaadanay ma garanay, wax shaqo aan qabta mali. Maxaa keenay? Yacni maxkamadda islaamka ninkii ugu sarreeyey oo 16 sana hal maxkamada ugu imaaday ayan jirin. Bilaahi calaykum, ii sheega wixii keeni kara arrintaas. Waxaa keenay amniga iyo ammaanka islaamka uu sugaya. Nin walba xaqiisii buu gartay, xuduuddii baa istaagtay, qof loo kale eexanaya ma jira, nin walba waajibkiisii lagu fulin, nin walba markuu ogaaday waajibka lagu fulin ayay waddadiisu maray, waa toosnaday. Waxaa ka dhalatay 16 sano in maxkamadda islaamka qofna imaadin.
ma ahayn dad la nuglaysanayay iyo dad laaluush la siinayay iyo waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah yacni dadkaas qudaadaas sida ay u fikirayeen isaga wax u garanayeen islaamka. Waxaa la yidhaha waxau imaaday islaama ooynayiin oo le beertaydi beertii baa nagala qaatay oo nagala dulmay ayaa u imaadeen qaadiga muslimiinta. Waxaa lagu yidhi qaadi sacaadat alqaadi naagaha ee waa la dulmi in la dulmi way cadday waaba u yahayaan xaqooda u qaad. jawaabtu bixi ma taqaana qaadiga wuxuu yidhi jaaa ikhwatu yuusuf yabkuuna wahum dalama nabiyullaahi yuusuf walaalihii markay walaalkood ceelka ku rideen ma garay lahayeen mise way gardarnaayeen. aabahood markay u imaadayeen maxay samaynayeen ayagu ooyahayaana imaadeen wajaa-u abaahum cishaa-an yabkuuna. qaadigii islaamka wuxuu yidhi jaa-a ikhwatu yuusuf yabkuuna wahum dalama marka qofku waa ooyahayaa iyo waa tabar yar yahay iyo waxba looguma xukumaya waaqica iyo xaqa iyo siduu yahay baa la fiirin ilaa cadaalad sidaas ka imaadana. markaasaa waxay dhiireen axkaamta islaamka markay fogeeyeen oo bilaadi islaamka mamnuuc iyo mustaxiil ka dhigeen oy shareecada islaamka iyo axkaamtii xuduuddii islaamka shareecadii fulinaysay ay ku tilmaameen waxaan lagu noolaan karin oo bani aadamnimadii ka hor imaadsan. maxaa ku heersan fikirka haddaa lagaa bedelay tacliinta islaamka la baabi'iyey madaxdii ay meeshaas ku jirta maxkamaddii halkaa joogta wax ku heersan male magacan baad laa ilaaha ila allahu leedahay laakiin wax kaloo ku heersan ma jiran. ummadda islaamka heerkaasaa la gaarsiiyey culammada islaamka iyo dadkii wax fahmaayeen oo majaalkii noloshoo dhan laga fogay wax u heray ma jirta ilaa juhuud ilaahay ay ku raali gelinayeen oo diintii ilaahay inay wixintii tabartooda dadka barayeen maahin. waxaa bilowday marka muslimiinta inay arkaan dadkoodii diintooda fahamsanaay ahlu cilmigoodii makriga acdaada ay sameeyeen dhinac walba in laga cunaqabatay khilaafadii waa la riday tacliimtii waa la bedelay. maxaa la yidhahaa madaxdii khayrka laheed waa gacantooda nimankan gacantooda ay madaxdii ku jiraan maxaakimtii waxay noqotay maxaakim qaanuuniya wadciya. waxaa bilowday marka wax lagu magacaaba xarakaad islaamiya khilaafadii islaamka ugu dambaysay sultaan cabdilxamiid khilaafadii markay ugu dambaysay oo dhacday waxay ahayd 1924 macnaa 80 laga joogaa 1990 waa la gaaray taqriiban. anaga hadda waxay banala tahay wax islaamkaba khilaafaba ayan soo marin weligiis laakiin weli 100 lama gaarin khilaafada islaamka dhicitaankeeda ilaa heerkana aan joogno maanta. dhalinyartii islaamka oo diintooda fahamsaneed oo ku baraarugsaneed waa u dhadhamu weyday arrintaas. dabcan caasimada islaamka waqtigaas caasimada khilaafada waxay ahayd istanbul qustantiniya magaalada taariikhiga aheed oo islaamka taariikhda kula ahayd qustantiniya istanbulna hadda loo yaqaana caasimada cilmigana qaahira ay ahayd azhar asharif oo maanta isgaalada ay baabaasadeen oo heerkan gaarsiiyeen. meesha ugu nuuxorka roon islaamka markaas oo waxaas ka fahma oy culammadiisu ku badan tahay oy wax fahmayeen dadkiisa waxay ahayd qaahira. dhalinyartoodii culammaday ahayd iyo culammadoodii waxay arkeen islaamka oo madax laga gooyey waxay u arkeen waajib diini inay tahay islaamkii khilaafadiisa in la soo celiyo waa waajib diini walaa shak.
maxaa bilaabatay markii xarakada ugu horeysa oo islaamka bilaabatay ma taqaaniin ya xarakatu الإخوان المسلمين الإخوان المسلمون إخواني قفك مسلم كا إنه منصف يا مركز تولى لكم مرمان فضل بلن باي مسلمين تكوي يشين هو يسوي مادين وحي أساس مين كوني سقال بقول لباطن سيديد دي أنا خلافة دي عدية دي كدي بقورما وي إمساسنا أفر سنة لأنه هو يودا دم ويدارنتن الشهيد حسن البنا رحمه الله يدك قارك كجوجين حالة دي مسلمين أي كنا ولايين أيكو خلافة الإسلام كسو قارين ويودا دم ويد حالة أي كنا ليين قال دي وحي سمينا ينا ويركين وحي بلابين إن أي بلابين سويمات waa iswaydiyeen oo yiriheen magacan la baxna maxan magac wala baxayna leer nahnu ikhwatu muslimun walaalana waana ay muslimiina waana ay maxan magac wala baxayna magac al ikhwan al muslimun xagee ka imaadeen halkaas ay ka imaadeen dacway bilaabeen afkaarta saxiixeed ee islaamka inay soo celinayeen جريتانك إسلام كخلافة إسلام كجريتانك هذا نقلقاق باي بلابين مفاهيم بضن وخلطن يد باي سيحين ولا شك ضد بضن وهردة باي وردة كتوسيين شك مالي إن أي بلارتين أيضا وحركات كالو إسلامي وحي بجري ونتابن دورنا أي وحمل دير قاري جرين أي مشرق أي مغرب قارين لكن مؤسس كيويل دلن يرى وليه أعداء الإسلام ويدلن حبضا لقود في تاسق وسعود رحمة الله عليه السيد قطبي ونكا طارتين مفكر كاز مسلم كاه كتاب كاز دلال القرآن كان لي يكتبه بضان وكلا قفك جانب كستا خلط ملايا نبيه أرنت قفك مسلم وأين نذيف كالنقد لكن قفك مركب انت سمر وله سيدا زيه إسلام يهي وإسلام ودمنا يهي وأين الاحترام كيس هذا وقيم كيس لسيه أمريكو جوغي مركي حصل البطن لديلها وحوقه قادي مدارس تبدن oo reer America oo dhan in fasax laga dhigay madaarista farxadda lagu faraxsan ninka dilkiis nin adib uu iska ahay halkaas uu uga soo xirmay dacwada islaamka marka dambana waad ogtihiin oo kalimada laa ilaaha illa allah darteed baa loo dilay qayb badan baa islaamka ka qaateen walaa shaka fi dalik dhaqdhaqaaqa kale oo islaamka jiray waxa sahay الحركة دعوة السلفية دعوة السلفية كما باللابن نظام إسيماد حركة أرنتاس كما باللابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يو طلب ديسي يا تبع ديسي وبلاد الحجاز النجد تلك الجزيرة العربية جوغين جزيرة العربية حالته يقول لي ذن أي كنا وش وقت قص دعوة دي وحي لقلين دقال بدعي يقبورتي شركياتك يخرافاتك دون ذي كجري قارهان جزيرة العربية كجري أي أنت دقال الله لقلين دعوة دقال لقلين أيجنا الدجال جذها يدبد الدعايات نوع والبلة هي اللي بيسوق هذا ولا قال الدجال من وحكي صلاة صوم رأي شك ملي فإن ذا الحق غلاب وإن غلب
هل جب إيمان هل لا دجال لما هل وعريدية لكن قفك حقه وتدعوه دي سو ويسو ويسوغناني وين سوغ ويسو بيحي أول بوديباتي يديري لوجيز دي ويفيد دي وانتشارتي دين نظيفة بورك لغا نظيفيي محل إراء أي دادك وصوصار سيدا يهد أي دادك وقشيغان إنا وحيكو قوليستان إنا ومدو قارسيان إلا أي كأسا صدمان جامعة الإسلامية أمثاشيذا ولا شك أهل خير أهل علم وأتباع دي دعوذاس إنا جامعة الجامعة الإسلامية يوحل بيد إنا بلابين وأساسين الرمان مركا يدعين دعوة السلفية مركا مين هين كحركاهان اسكوكو محرنين ونظام اسكوكو حرنو حركي مين قبين سيدي الإخوان المسلمين أيو نظام صناعين ويسكوكو حرنائين لكن وحون اسكوكو حرنانا كما مرنين مشكلة مركا مسلمين تنحضو ذاك الجرتاء وعيثاي قفك ولالك أو مسلمك لا بد قف إسكو أرتما هين دائما هذه كوا حلقة يا بعد نعيا إسلام كوبا هني إن أدرك يسيدو إن أتقبل كرتين يسوع أرك يسيدو جهدي بدل كوسا ميس أنا وحلقة يا بعد نعيا كلو إسلام ككد ضيعني إن أركون جهدي بدل كوسا ميس لكن وحلقة يا بعد إسلامك هذه إن أدي أرك يسيد نعيا هذه أتا يسي أو ونعكسنا إن أنا ضعيف كواي أنا أنكو أرك dinaayee wanaagsanaayo aniga sameeynaay in aadiga baciif ku tag taa marka maxaa ka iimaan isdaliil laakiin ma soo maayn laakiin ma yeenin isdaliilan dalilaha soo koraynaa yimaadaan ma yeenin waxa la rabi janibku qof uu xoodaa naqsi ugu jira kan kale inuu kaba oo walaalkiis maadaama janib xaq u haayo oo isgarab ويهاي الدين تنولينا يا جانب كان كنا بهاي كان كلا وقرابة وحي وكان نصفان سيهاي قف كواح والبا موضغة بنكرا لكن لوضي جماعة وصوب بعد الدعوة السلفية هي دعوة الإخوان المسلمين لوضي با وحي كويشين عالم الإسلامي فضلي اي انتشار اي تصحيح أن عاديهن سيدنا قولك استبرنا عقدرين مثلا يعني مؤسس كي الإمام الحسن البنا رحمه الله تعالى ما دام ماشي ولا سو كل مئات خلافة الإسلام كود عضي تركيز كوحص أبناي دائما الإخوان المسلمين أي تركيزنا ين إسلام كي خسدي خلافة دي سي ما تحتني ما دي سي نقول سو علا ما جرت إلى هذا نقول ما جرت ويجرت ما دام الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه إيه أتباع دي سي وهاي لنا ولايين الجزيرة العربية الشركيات كي خرافات كي خلطات كي دين تلوجي استأيهد وهاي لنا ولايين وهاي جهود كوب هنا يين وكوب بندى وهاي هايين إن عقيدة ذا وحي كده جي وبور كي خلطات كي إلا قترتر مية تناف وحي تام فينا مية مركز أنت طيبة هاد بيهد سده بوند إن إسقرب قب سدان طبعا إسقرب قب سواجري ولا شك هو من ما إنا يمادة من الله وذا السعودة هوش الإسلام كتير أو كتير سعد خلطات بردعي ولا شك تعاون كهير كل ربي مقار سنين لبا دي نعبا سلا وكال هور مريبا ديقا الله مهمدو دي مركة إيدي يتفشلنا يعني مثلا إجهاد واحد لقرهوي دعس دعس كوكاني قصد كأي لهايين إيماشي أي تيكسن هايين دعس كوكاني أي قلين هو قده يدي بده بله الله بضبا سي لوغك لبناي لوغك لوريب تجربة دي يرادنا مكتر وإسكار دي بدانتا الله مركي الأركي الإخوان المسلمين انتشار كوضا مشرق مغربين أي قارين سيدا تقول دعوة السلفية إيو سقنان تيدي إيو رجاش علمي قوي سو ساريس مركي الأركي
شك ملي العالم الإسلامي وحاسوب بحي حركات كلا يدق دقاقية هي كسر دح بحي دقاقية صوب بحي وحاكم إذا دقاقية صوب بحي وحاكم إذا جماعة التبليغ ودعوة صوفية بحتة إيد ولا شك خير دوم بايا هايين إخلاص بلا ما كجري لكن هذه صوفة نمي إيو برامج وعون عين كاسي وحوين وكلو هذا شغمي يجرين وردي إيو حوغا بلدتك ساجد أن كان ناسود كذيني يا ربع عين كاسو كلا حتى منكر إنا الربان أدبا يورد ويصبحن لكن صور دافات وجيدة وين ما هنا رنتها صيدا وحصبحن من ضمن الحركات الإسلامية أو حركات كأهاي جماعات كي أما سلفي أما إخوان كدحدو دي جماعات بطلع صبحن مركي جماعات كان إي قوشة إي قارين أرمان لارك جماعات بصبحن ولا شك عدو كستو إسلامنا مركي وأركي إن حركات كان أي قولي سنايين وإسلام كميل دير قارا أي وطريق هذا طريق ناجح وياي وحبضا أي قي سنايين وخيرا تقال الله بضن بالله سو جيست دينا إن الله تقال لما وطوس الله تقال لما دينا إن سمع دوض إلى هل لأي دينا إن دح دوض دلوغ أبورته وصير توض اللوغ دولة كالبربوري إلى هير كي إما دحتني مدو قصر ريسي دلوغ ويش وخطرت أغبضا وإمادي واللواد وأعداد إسلامك مركي إسلامك تعليم تيسي أي سيدة أغلين ومدحتي نمي تيسي سيدة أغلين وإحكامتي قوانينتي لو حكومي إحكامتي أي سيدة أغلين كدب وحوكو خطرت أغلين وإلي مادين وحوي رجي إسي صوبحيين وإسلامك إسي صوبحيين إنا يدتكو دحسة ميستين وها تاريخ دلو بهاي نيك يهودي جاي او كريستيان كنقدي او اطباع النبي الله عيسى انت و ماضي عابدك اسك دغاي كتابك محل الانجيل سفي عن اخريي نصارى حقانك وديبتين خربي كعياري برنامج افكار خربن ودجي لبا يهودي كلو اسلام كشيكتي سو غلى خيانه عبد الله بن محاصاي عبد الله ابنه ابن الصبا إنك استوى شيء عادي إنك رأينا وشخصية وهمية إليهم أما ده ما هدينا واقع جنوي إيه مكرك الإسلام كده حديث وكده جيستي سيد الإسلام كده حق لي إلهي رو قارسي أمير المؤمنين عثمان الذي لا إن فرق بضن أي مادة إن ما رتي وحيد أكتين وفساده كما يرى مرك اختراق القسم جماعات إسلامية هاي دحقلك أي كدح فائدة يستين قف كمركز مركز دحقل أي ما إن قف وواحد كل شيء ما قف كواسديبا دعوة دي حركة دي جماعة دي وحي ودي وحولك بحنا محل رام تحت نمذة صور دحقل على تلدي وواحد دي بنا ناسح بون نغنا مركز لما هذه وتلدي ملف عن كسر قلا وعدت ونسم بجرين تلدي سي مارته ما مل بلم بويلنا وح بلم بكويلنا وحبو خربا يا سكن أوزديس دني يسن ما وتاسو ما مد ماي لب ماي سدح ماي ملا او قدر انه يمرك كبقين حقي وي حسو بحضي رقي ان اي جهادان يسو سو دغين او القاعده هيا صبحين تبنيغودي اي دعودودي iyo waxay sheegeen oo dhan iyo hadaladooda waxa noqday نقطة الجهاد في سبيل الله ولا شك جهادك في سبيل الله ذروة سنام الإسلام بها إلهينا سبحانه وتعالى ميل وين إسلامك وكا جاي لكن مراحل اي مناسبات اي أوقات بوليه رق وحكستو خير ودون ينبا
لكن تخصص كود الشريعة أصلاً هي إنه إنجنيير يا أطباء ما ده حنق دين تي وحيد ليس إن يتهمكوا إما ده رقبة إنه علماء الشريعة ذا أو وحبلاً إلى لنا ين إن يتهمكوا إما ده الله دليلا لو سوجست رقم متخصصين تشريعة ذا أهل العلم جاها dibaatada iyo fawdada iyo dibka ay dalinaysay iyo iska dhaca dibkeedi garanayay in ee rag ayaga inay isfaham weeyaan ba dhacday markii waa mushkilada ugu badan oo kale islaamka ku dhacaysa dhinaca xarakaadka islaamiga iyo diinta oo dad lagu dhax sameeystay dhinac kale rag kaliya ummadii wax u qabta leh هي صبحين لكن تخصص كوضة شريعة هين رنتي و إن بضن أي هيد إن إلا تشذان علماء شريعة ذن و تقف إيسان وح بضن مؤكسون تين رقا دقال الله قالين أصحاب رسول الله إلا دقال الله مين أصحاب إلا دقال الله مي دد قال ما يهين dad khayr doon bay ahayeen laakiin jahli baa qabtay diinta wax yar oo maaratay ayada yar oo dhowraha iyo axaadiista yar baa la qaatay hadday la qaatay xoogaa dhinacoo baa loo leexiyey isku dhac badan baa imaaday ilaa cali la yiraahaa waaba kaafir qur'aani kaafir maayo ha tawba keena cali mimbarkuu fuuri waa ashahaatay ilaahay baanu tawba keenay buu yiri meel walba waxa la mariyey علي قال لي ماذا وكتبوا بكين وراني ما قالوا مرنا قال منه غني سبحان الله ونوع قصورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضدك دلي نك دلي ننشر دوني ما يهين رمتي وحباك خلدمي لكن خير بو دوني ayagoo saddex ayay ku tashadeen saddex nin ayay yireen saddexdaas vaalim aan islaamku ugu raaxayno nin waxaas ay amiir almuminiina cali bin abi aalib radi allaahu canhu ninna waxaas ay camar ibn alcaas radi allaahu canhu oo masar jooga ninka saddexaasna waxaas ay mucaawiya bin abi sufyaan oo amiir almuminiin isagana markaas kadib noqon doona oo shaam iyo dhulkaas oo dhan waalika runta waa saddex tiir oo tiirarka islaamka ka mid ah waxay yihiheen saddexdan mujrim oo mulxid aan islaamka dhaafin oon ugu raaxayna ragga ma khayray doonayeen mise sharay doonayeen khayray doonayeen runtii laakiin ma ay nasiibin waxaa lagu heshiiyey habeenka ramadaanka 17-kiisa aan islaamka ugu raaxayna saddexdan daalim macnaa habeenada leylat alqadar loogu rajo badiya ay ku jirtaa 17-da ramadaanka كيف متمني تضاد رمضان كان ليلة القدر لو قرأ جبدين دقالك بدر سو تضبي تمن رمضان كم دعين إلى هنا القرآن كم حكوا لي أي أهل التاريخ بدن كود دقالك بدر إنه دعي تضبي تمن رمضان كان نوشي جاي إلى هنا القرآن كم حكوا لي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان قرماوي سو يوم بدر ما markii leylat alqadr ay tahay marka dayada waa yiriin leylat alhabeenka 17-ka ramadaanka aan saddex daan taaqwadaan islaamka ugu raaxayna amir amr ibn al-aas radiyallahu anhu waxaanu sadii habeenki salaadii subax ninkii shurdadiisa ciida asgartiisa ninkii madaxa ka ahay ayuu yiri dadka duki salaadii subax waan xanuunsanahay ninkii buu imaaday camar buu umalaynay ma aqaana shaqsiyadiis laakiin ninka amiirka isaga dadka dukinayay waa dilay markuu khaarij al dhihi jiray markuu ninkii dilay oo camar imaaday oo dadkii oo camar imaara ku salaamaya ninka arkay wuxuu yiri isagana lahay
imaarad amirkaad sheegaysaan muxuu yahay biiriso amirka maanan dilin may khaarija dishay buu yiri yaala yiri wuxuu yidhi aradtu camran wa araada allahu khaarija buu yidhi marka ninkaas sidaasuu ku tagay mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu bilaabaha ku dhacay bilaabahana waa sumaysnaay dabiibkiisa markuu imaaday wuxuu yidhi wax halloo meeshaan yeela male xidid oo dhalmo mar dambe adalaynin inaan gooyo maahini nolol kale oo is leedahay ma jirta sunta meesha ay gaartay wuxuu yidhi gooy yaziid baa kifaaye ah buu yidhi marata yaziid ay ugu filan wax dhalmo dambe ka raba ma jirtay gooy buu yidhi xididka waa la gooyey ilaahayna waa caafiyey ninka kaloo saddexaad waxaas ahay ninka dee cabdiraxmaan ibni muljim ahaayo أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دلي رضي الله عنه حبين كردن نكاس مهردن قيام الليل بوتاقناي وحونا أغرناي قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله حبين كردن قيام الليل بوتاقناي داس وأغرناي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أصيب حبين كردن سلاسة هاي seef uu muddo dhan afaynay dadka way arkaayeen cali buu dil rabaa ninkan uu sumaynaya nin walba seefti u geyn cali wuxuu leey cali ninkan maa dishid subxaanallahi seena dila ninkaan ii dili lahay buu leeyay ninkaan ii dili lahay baan dilayaa taariikha badan baa i leeda cali ninka asaga markii buu dilay ninkaa inasan shardoon ahayn baan idin tusinayaa xoogaa tacdi baa meesha ka dhacay ninkii gacmaha laga gooyey carabkiisa dikri ilaahay kama zuulin weli intaas inuu ilaahay xusaaya kama zuulin labada lugood baa laga gooyey carabkiisa inuu dikri ilaahay kama zuulin carab ka gooyaa la yidhi markii carab ka gooyay la yidhiheen baas qarqari maxaa jira la yidhi lugahaagaa la gooyay maadan cabsanin gacmaha la gooyay ma cabsanin carabka ha la gooyay markii la yidhi waad qarqartay wuxuu yidhi waxaan ka baqay buu yidhi aniga oo nool laxdado min allaxadaad inaad dikrigii ilaahay carabkayga ka maqnaado maarata asiga maqnaado ayaan ka baqay buu yidhi يا سبحان الله سبحان الله إنك هذا مشر ودوني مش خير ودوني خير ودوني لكن واقف جد كيف وقفي نينك لا أو نينك هذا أمانة إيمان يا خير كل شيء جاي أو قلدي من كمدة عمران بن حدان ليرة قبي بوترنا ونينك هذا بقوة أمانة يليه وحلي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا بولي وحولي وحيهد ضربة يعني دعيتان بفجاء نن إلهي كعب صنع يكي إمادي وكسو قود ولو من أجيذ ضرب الله سؤنينك كل فتي إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إنه قال لي عرشك صاحبك ساها allihii dulcarshiga ahaa inuu rillo ka gaara maahini dan kale oo iska lahay dhufashadaas ma jirtuu leeyahy markaasuu leeyay innii la adkuruhu xiinan marmar baan xasuustaa buu leeyay ninkaas fa axsabuhu waxaan u maleeyaa markaan xasuusta awfa albariyati cinda allaahi miisaanan ilaahay agtiisa khalqiga ninka ugu miisaanka culus inuu yahay baan u malayn buu leeyay ninkaas isagaa muxuu arkaa nin qaatilu cali inuu xaq ku taagnaay sawaab ku dilay janno ku galaaya ayuu arkaa nin kale oo muslimiinta ka mid ah midkan ninkan amaanay wacaynaya wuxuu leeyahy ii labadoodii buu isku caaya wuxuu leeyahy yaa darbatan min shaqiyin isaga min taqiyin buu yidhi mogta yaa darbatan min shaqiyin maa araada biha ilaa liyahdima min dhi alcarshi bunyaana innii la adkuruhu xiina fa alcanuhu wa alcanu lkalba cimraan ibni xitaana buu leeyahy wuxuu leeyahy waxay ahayd buu leeyahay wax la yaaba darba dhufasha ahlu naar ka imaaday shaqi ulamana jeedin dhufashadaas inuu ilaahay tiirkiisa ku dumiyay maahina dan kaloo iska lahayna ma jirtuu leeyahy tiir alla tiirarkiisa inuu ku dumiyay ugu talagalay marmar baan xasuustaa kiibuu daba socda hadalkiisa weli wuxuu leeyay innii la adkuruhu xiinan marmar baan xasuustaa buu leeyay ninkaas fa alcanuhu markaasaan lacanadaa buu leeyay ninkaas isaga ilankii hore wuxuu yidhi mogta fa axsabuhu فألعنه لي وألعن الكلب عمران بن حطان
أيجي عمران بن خطان هاي واكي أمانة يسق السجن وان لعنة ذابوا لي مرت المهم لعنة ذبح ماشي كوجر ماهن لكن معنى قفك جاهل كا لكن هذانا خير دون كا وحبضن بو ترارا وحبك الله بي حواك الله بي رجعن خبر هذا إنجنير هذا إنجنير كي طبيب كي رجل لجوج يقال هذا جهاد كودي مركي ويران وبنان كي سعودي جين طبعا شباب كإسلام ك وخير دون شباب كإسلام قدين تكبر رجعن وخير دون جنة يدون أيين في الله إلهي بيدون أيين مجد الإسلام إن لسوع لي يدون أيين ويعين ويعين خير كي يكون يعين خير كي لقشن قريبا يعين أرنت هذا الله يا عي والشباب كي الإسلام كي مشي كوي يا عين أعداء الإسلام إن هل مر ما ينتعدينين وما فدي سنيني لمن كي ميلا وق خطر سويلي بوا ميلا جهات كي أرميه سلا كشيء جاي مشي إلى مسؤولية سر الله وجراء وق يا ميلا بدل ما لقلي هذا عمر كتوجيهات كي وحبذن إن لقدر حق على شباب كي وميلا حن مارت الجريدة ودد عن لاين أهله إن إلا الله يا أهل العلم مصلحين ناصحين طبعا ورير بائي ماضي مركي قرحي بضن دعين دد بضن لله وجيك وحلوق الله أين عدين دد بضن أهل العلم دد بضن مصلحين أي ويقي لي ويبوغين بوغا دعي أعداء الإسلام من اختراق باي السمية صفكي باي قلين وحباي قلين لمنك وحلوق وضن أحجرام ميل أحلوق جرين مالي حركات الإسلامية دل إقراحية ضد بضن الله قويرين أي كود انتين أي أسوأ بحي أهل العلم بضن باقيلين ويبوقين أسوأ بحي أهل العلم يبوقين لفتو ذا هذا وحي سيء وإنصاف إن لوك لسارايهين ودلالك إن وعيد وذا لفتو ذا لك لسارا ودتك وحي قرئي وحي قردر اللفتو ذا ليرك لسارا وحوقا دمرس أدراء يافي عنيد وحباي عميمين كوي كلان دين عكلا وحكلا يا حميمينو وحيرين نين كستوا رنتان كهلا وكوري مالا ومنافق وعميل اسلام كوبادين يا جهاد كودي دين يا وين لقى تخلص ما هذا عدي مركب ماشي نيكو بابان علماء دي مصلحين تربانيين عقلاء دي اسلام كي سياسيين تودي كوادرتي اي اضي بدي ايو محل را عسكريين ترقي ومدى انفعل هاي اي بابان ويلش هذه هو خير دونا هو حماوت أي جرين ولكن وحن أي كخل ديهين ورجعن إن دلك وضع أصلا بنانين هم فهم سنين أو فتووت هنا يخلطات قلن أي دعدي بالتالي دبك كلو دعي وحز نقضي أعداء الإسلام وحي نقدين مركب أنت بركن دير قاتي وسعدين وما ضعيف ذي سلاجي سو علماء ذي اللين ورتا أنت أعداء الإسلام كأنت لجارين شعبي الإسلام وردت كان وحجرت كين اللين أي وعلماء ذي اللين أي وعسكريين تين اللين أي وأديبين اللين أي ومدي هالبولة ذي نحر كذي هلاجي dad islaan ma yeen dhinaca la mari ya ka dambeeyay way wiilasha waxa ay dilayay ya ka dambeeyay horta ma dadkii qunaay oo khayr doonka ahay ba arintaas soo abaabulay mise dad ahlu shar oo ku dhax jira soo abaabulay madkan wax dilay intee la eegay fahmigiisa qarin in la arko loo baahna oo loo hubsado shacabiga islaamkii ummadii muslimiinta ahayd دين عكلا كبتة ده حوج وترتو درب جاس كل دعدة حوج يسود دولي دين عكلا كل دف وحايم هذه النعيب يكوري ماد يو ولاشي وحاي هايين ورنا بدين على طوره اللي يراه مرك هذا هو
in loo kaashada cadawgeenna marna aan adaynayno wiilasheenna haday jooga haday meesha ka baxana layn doona in loo kaashada wax badan baa muslimiinta dhinac walba kaga halaabay maarata cadawgii islaamka waa hurdeen marka dhinacan shacabkii islaamka diin neceeb waa la gaaray meeshii la gaarsiin karay oo dadkii iyo dhallinyartoodii iyo mukhlisiintoodii waa laga fiijiyey culammadoodii iyo kawaardirtoodii qofna dhihi kara ma jiro waa la laayay wiilashoodii iyo dadkii waddankoodii iyo jiritaankoodii difaaci lahay iyo shacbiga waa la kala fogay ayagii baa islaynaayo maanta duulaan isku ah gaaladii baa tiir laga dhigtay balaa dhacday marka heerka ay nala rabeen bayna gaarsiiyeen maxaa talaa maxaa talaa wey maxaa talaa maxaa talaa maskaxdeenna inaan dib ugu shaqaysiinso wax meesha ku jira maayo ma wiilasheenna khayr doonka meeshu aaday oo khayrka doonayeen miyaan dhinac ka safannaa oon gaalada la safannaa gaalada nama dayn doonaan marna inaan diinta ka tagna maayna ma culammadeenna iyo mukhlisiinteenna iyo ummaddii kawaadirteeda laayntoodaan ku aamasnaa waa xaalad aad u adag ma acdaa ulislaamaan garab ka dhigan karaynaa waxay u baahanta marka ummaddii in la hela nawciyo sarraysa oo caqliyadooda sarraysa iyo kalsooni heer waxaa soo baxday dadkii shacbiga ilaa dadkii maamuladii dhulka laga dhisi meel walba waxaa taagan dadkaa nabadiida lama hadlayn oreede waxaan gaalada afka ku gelinaysa iska daaya dadka waa dadkaagee la hadal wadahadla hadday wax dhacaan xataa qof khaldan baa inuu wax meel mariyay la arkaa ila hadal dadkaaga soo dhaweysa hafiijinay dadkaaga dadkan gaala ma ahin ee gaal tabaraha ka doonin gaal lafaha ka doonin wax uu ku keenayo ma jirto in aad wada hadashaan ood isu imaadaan oo wixii khaldan isla saxdaan waxaan ahayn oo jira male mar dhexdaasi wiilasha laftooda meelo kale ayay ka amar qaadanayeenoo xoogaa inay dadkooda la hadlaanba way diideen taa lafteeda khibr yarada ay ka mid tahay laakiin waxaan filayaa hadda waqtigan wixii dhacay waa la arkay bal xataa taqalqulki yacni ikhtiraaqi dhexdooda gelidiisa lagu sameeyey ummaddi dhexgalkii ummaddii lagu sameeyey waxaa ka dhacay ayaga laftooda dadkii daacadda ahay oo mukhlisiinta ahay oo lillaahid ahay oo dhabka ahayd arrintan raggii ugu waxtarka badnaa in la laynayo eber laga dhigay raggii gaalada ay laynaayeen oo inay laayeen ay rabeen oo lacagta ay ku magacaabeen in la laynayo ma jirtaan mase ma jirta waaqica dhacay wey oo iyaga dhexdooda lagu laynayo waa arrima khatara wayna xanuujinaysaa waxaas oo dhan wiilasheennana gaala ma ahin khayr doonna way dooneen waxbaa hadlaysan oo ku dhex jiro sixitaan bay u baahan yihiin shacbigeennana gaala ma ahin ummaddii khayr baa ka buuxa waa in lasoo noqdo oo wareerka inta la daaya wixii khaldan inta layska qabto saf aan noqonno oo faa'iidada iyo guusha cadowga naga gaadhay aan ka baraarugnoon iskaga soo noqon dabcan arrimaha caynkaas okolo marka la leeyahay mar dhexdaasa waxaa jirtay culammadeenna qaar ka mid ah aan ku lahaa warabayow arrintan arrin la fiirsan kara ma ahin dhinac walba dhib baa naga hayay waddan maxaa khayr oon u dooni karnaa barnaamijkaas noocaas iyo noocaas maan u raadinna de kullin waa khayr in dad aan u helnaan ilaahay ka rajaynayn ummad sixitaan u baahan ummad dhibka dhexdeeda yeella xal in loo raadiyo u baahan ummad u baahan dad muslixiin oo mukhlisiin oo arrinteeda usoo jeeda in la helo u baahan ummaddan midnimadeedii iyo jiritaankeedii wadajirkeedii sidii lagu soo celin lahay in laga shaqeeyo weye waxyaabaha matalan khaladaadka ay wiilasha galeen waxaa ka mid ahaa waddanka soomaali dadkaa joogay oo culammadu ahay suufiya ay ahaayeen asalki
لكن دعوتي جرتي إيو صحواتي دولك سوقة شيء تعلينتي إي خيرك إماضي سوفيدي وحي يرى يكسو هرين سوفيدي وحد وحوين بقى نهين ونبو وذنين وحال ميلان ونمساجد ويرير إيو حصاصو كله كده عجرت أي بيليش انتهي قريه وقلت تقال هيا قبريدين كفا يقين قريه نكدوميين نبات بلن نمك هذا نمنا عذا وهو هنا ضبنا وكاشدان ربينا مركب جريني وهذه المركالي وابي ذنو بين إناي كوان ذلك قال ما يو وانا تسمين ناسان ذلك قال ما يو هو كان هو ذلك علي بلا ما دي مركزة منكر كسيدي ساد منكر كوين كان إلا لرأي بسو حران من قريس يعني منكر ك هذا منكر كوين كان وين لسكيلاني ما قرنا إلهي هالنصوص صار سبحانه وتعالى عقلاء ومدان شرف كيدو سوعلس ومصلحة ذي ميل دير كفيرس وحي محلي رحوة خلادات وجيرة ذاتك خلادات كأسكجرة حق وضن الله نصوه هنونية لنا عوالبنا إلهي سبحانه وتعالى وداتة وصن الله نصوه هنونية ذاتك إن حوغها بالليسوس النقدع وحل في ريعون ويلشين وقال الله دين شعب جاننا وقال الله دين ذاتك لا إله إلا الله أهل التوحيد ودين تبايدونين خير بايدونين قال إنا يوستك قالان إنا لقو قسمين وقال الله دباتك لنين والله دمريا ووحبضان لقى في رصد أي أباهين كل كلمة وقت جاذنا وغير دير هذي وقت عشينا والا جوغا هذه ملاحظات إيو أرينا الله مدع علماء أي كلمة إيو كلمتين أي رجع علماء ماشي جوغا أي إن أي تعليق سميان أي دونين أما ومجالكم أوفسحين بارك الله فيكم محل يرها وقت كلنا أذان كباب الله جوغا الله يبارك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.